بخصوص هذا القرار الأخير لوزارة التربية الوطنية تعليم عن بعد أو تعليم حضوري، باعتباري رجل ممارس للمهنة وباعتباري كأب وجدنا فيه واحد الصعوبة. هذه الصعوبة نتمنوا تواكبها واحد الإجراءات واضحة قبل الدخول المدرسي حتى نرتاح ونطمئن، لأننا ما زلنا نعيش واحد الارتباك غريب صراحة، لا بخصوص تعليم الحضور حضوري أو عن بعد. لهذا نتمنى أن تكون هناك إجراءات ونقاشات مصاحبة لهذا القرار حتى نطمئن، وهذا هو الأهم. لأننا كممارس وكأب صراحة لقيت واحد الصعوبة في مواجهة هذا القرار. نعم هناك جائحة، هناك إصابات كثيرة، نعم صحيح، إذن نحن في وضع استثنائي، لكن هذا لا ينفي ولا لابد أن تصاحبه إجراءات واضحة، لا بالنسبة لممارسين المهنة ولا بالنسبة للأباء والأمهات. إذن نتمنى في أقرب وقت إن شاء الله تكون نقاشات وإجراءات واضحة حتى يكون استعداد نفسي ومعنوي للدخول المدرسي لسنة 2020-2021. إذن نحن ما زلنا نعيش على وتر هذا القرار الذي ما زال لم يعطينا الأمان سواء كان الحضوري أو عن بعد. إذن نتمنى كما قلت وصاحبته بنقاشات وإجراءات حتى نرتاح شيئا ما نفسيا، وهذا ما أكرره وأعيد تكراره، الإطمئنان النفسي سواء كممارسين المهنة أو كأباء وأمهات للأطفال. إذن نحن ما زلنا نعيش في دوامة، هل نذهب مع الحضوري أو عن بعد؟ إذن في كلتا الحالتين يجب علينا أن يكون هناك استعداد نفسي ومعنوي للأباء والأمهات وكذلك لممارسي المهنة، لأن حتى ممارسي المهنة نعم يعيشون ضغوطات، كيف سنواجه تعليم عن بعد كما واجهناه سابقا والعراقيل اللي واجهناها وكذلك المجهود الشاق الذي كلف من طرفنا، ومع ذلك ذهبت الأمور كما هي. لكن هذه السنة نتمنى إجراءات مصاحبة لهذا القرار أو كما قلت نقاشات تساعدنا على فهم سواء من طرف الوزارة المعنية بالأمر أو من طرف أصحاب الخبرة في هذا المجال، حتى يكون لك استعداد كما قلت استعداد نفسي ومعنوي لجميع الممارسين المهنة وكذلك أباء وأمهات التلاميذ. هذه من جهة، ونتمنى من جهة أخرى أن يحط الله الباس من هذا الوباء في أقرب وقت ممكن، لأن بالفعل كورونا عندها ضغط، عندها تأثير على أصحاب القرار، ولكن كما قلت لابد من إجراءات مصاحبة ونقاشات مصاحبة لهذا القرار حتى يكون هناك نوع من الاطمئنان النفسي والمعنوي علينا وعلى جميع الأباء والأمهات وكذلك على ممارسي المهنة.